الرئيس الأمريكي جو بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة خارجية توحد قيمنا الديمقراطية مع أهداف سياستنا الخارجية التي تتمحور حول الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يريد بايدن التأكد من إعادة حقوق الإنسان إلى صميم سياستنا الخارجية، لكنها ليست ولا يمكن أن تكون مجمل سياستنا الخارجية. لا أرى تناقضاً في الأولوية بين القيم من ناحية والمصالح من ناحية أخرى. تمثل حقوق الإنسان قيمة عميقة بالنسبة لنا، ولكنها أيضاً تحقق مصالحنا بقوة، لأننا نعلم أن البلدان التي تحترم حقوق الإنسان لمواطنيها بطرق متعددة ستكون أطرافاً أكثر فاعلية على الساحة العالمية وبالنسبة لاهتماماتنا. لذا فإن أحد الأشياء التي يجب علينا القيام بها في كل علاقة هو معرفة التوازن الصحيح للمصالح في أي وقت. نحن نحاول تطويرها جميعاً. اتخذت الولايات المتحدة مزيداً من الإجراءات بالتزامن مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. لقد فرضنا عقوبات على 10 أفراد إيرانيين إضافيين، بمن فيهم نائب وزير المخابرات الإيراني والقادة السياسيون في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مؤسسة إيرانية هي المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني. هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة العقوبات العديدة التي تم فرضها بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، وتستهدف الأفراد والكيانات الإيرانية المرتبطة بقمع السلطات الإيرانية الوحشي والعنيف ضد المتظاهرين السلميين. بيان الخارجية الأمريكية بشأن تولي الولايات المتحدة رئاسة تحالف الحرية عبر الإنترنت للعام 2023. الحرية عبر الإنترنت هو تحالف من الحكومات التي تعمل معاً لدعم حرية الإنترنت وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الخصوصية سواء عبر الإنترنت أو خارجه. خلال رئاستها تسعى الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لحماية الحريات الأساسية عبر الإنترنت ومواجهة الاستبداد الرقمي وإساءة استخدام التقنيات الرقمية وتطوير المعايير والمبادئ والضمانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الاندماج الرقمي. بيان الخارجية الأمريكية بشأن إطلاق الولايات المتحدة مبادرة دون سبب عادل للإفراج عن السجناء السياسيين حول العالم. تسعى مبادرة دون سبب عادل إلى رفع مستوى الوعي الدولي بمحنة السجناء السياسيين وعائلاتهم والدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلماً في جميع أنحاء العالم. يمثل الأشخاص الذين تم إبرازهم في هذه المبادرة رمزاً للعديد من السجناء السياسيين المحتجزين لدى الحكومات حول العالم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية الأساسية. يتعرض الكثير منهم للتعذيب والعنف والاحتجاز في ظروف غير إنسانية والاختفاء القسري أو أشكال أخرى من الانتهاكات. تنطلق مبادرة دون سبب عادل من واشنطن إلى السفارات الأمريكية والقنصليات حول العالم للدعوة إلى الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين وغيرهم.